أطلقت مديرية الصحة بأسوان القافلة العلاجية في منطقة الخزان غرب التابعة لمركز أسوان ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وتضمنت القافلة 10 تخصصات مختلفة بالإضافة لمعملي الدم والطفيليات والأشعة، حيث تم الكشف وصرف العلاج بالمجان للمترددين من أبناء القرية وتحويل عدد من الحالات للمستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة، وذلك لإجراء عمليات جراحية وأشعة رنين مغناطيسية وأشعة مقطعية. طبعا الكشف والعلاج مجانا، ومعنا معمل تحاليل، معنا مركز أشعة متنقل، ولو حالة محتاجة رعاية تانية أو تالتة بنحولها لأقرب مستشفى. القافلة الطبية من جميع أنواع الأقسام الطبية والعلاج بالمجان، وكل الناس بيساعدونا. القافلة الطبية التي وصلت لنا في المستعمرة، ولا تعبنا ولا رحنا مواصلات ولا حاجة، جت لحد بيوتنا وفيها جميع العلاجات وجميع الكشف.